اليوم احنا باحدى مشاتل محافظة البصرة، هناك احتفالية يقيمها المشتل بمناسبة الاعياد رأس السنة الميلادية، كذلك بمناسبة خليجي 25. تعالوا ويانا خلينا نشوف شنو موجود بالاحتفالية وناخذ اراء بعض المواطنين. يلا تعالوا. مشتل الفارس تعود أن يقيم كل عام في نهاية السنة الميلادية احتفال للزبائن الكرام والعوائل البصرية وللمدارس المتميزة، وهو مهرجان يعني ما بين الاحتفالية في رأس السنة وتجميع لأنواع من الزهور والنباتات وتشجيع الزراعة وخصوصا الحديقة المنزلية. بعض الفعاليات والنشاطات الفنية، مسرحية هادفة مع يعني أدبيات شعرية، مع نشاطات لبعض المدارس المتميزة من التلاميذ المتميزين في مجال النشاطات الفنية اللي تقدمها كل المدارس اللي مشاركة. هذا الاحتفال السنوي الثالث الرابع أي؟ والله احنا من بدينا بالاتجاه الجديد في المشتل، بدينا ندخل الأمور الفنية المسرحية مع المشتل حتى يكتمل العمل والنشاط الزراعي، لأن يحتاج النشاط الزراعي إلى إعلام. بالنسبة للأجواء العامة كلش أجواء حلوة، بس اللي ضايجين منه شوية الازدحامات اللي صايرة. وبالنسبة للخليج 25 طبعا احنا نرحب بكل الدول الشقيقة، لأن كل احنا أهل وكل احنا أخوان وكل احنا أولاد عموم على قولتهم. شكرا جزيلا. حبيبتي سولفينا عن الاجواء الاحتفاليه اليوم. والله الاجواء كلها جميله كلش روعه، يعني انا بالنسبه لي اول مره احضرها. اول مره تحضرينها الاحتفال؟ نعم. كانت دعوه عامه وجينا نعم كلش حلوه. كل عام وانتم بالف خير وشكرا جزيلا. والله احنا اليوم دعوه عامه مشتل فارس طيينة. نعم. طيب ايه ما شاء الله الاجواء حيل حلوه. زين. سولفينا عن استعدادك الخليجي 25، اي المباراة راح تحضر؟ راح تحضر جميع المباراة او مباراة؟ كل المباراة، كل المباراة ان شاء الله راح نحضرها. حجزت تكت لكل المباراة؟ نعم. جيد. اي فريق راح يتشجع؟ والله كل الفرق هي على قولتهم على عيننا وراسنا. طيب؟ احنا ما عندنا اي نشجع. نعم. الاحتفالات اعتقد انها راس السنة ودعم الى خليج العربي 25 داخل البصرة. نعم، شو سالفتنا على الاجواء؟ شنو رايك فيها؟ والله وحيد تغيرات كلش جميله بالبصره، مو مع البصره مو فقط بهذا المكان اللي قاعدين فيه. نعم. اجواء كلش جميله، اولا دوران السنه ناس محتفله، والشيء الثاني انه الناس محتفله بحضور الوافدين من المحافظات من دول المجاوره، احتفاليه بالخليج 25. الحمد لله شكرا، نشوف البصره متغيره وايد، حتى نفسيه الشعب البصري متغيره، مو فقط انهم مشاركين احتفاليه وخلاص، لا، هاي السنه اكو تغيرات وايد، ان شاء الله سنه سعيده. تمثل متنفس للعائلة البصرية، وخصوصا نحن في ضمن احتفالات رأس السنة، متنفس العائلة البصرية متنفس يعني ليس بالكبير وليس ولا توجد عندنا المساحات الكبيرة أو المناطق الترفيهية الكبيرة. هالاحتفالية كانت مناسبة طيبة جدا للترفيه عن العائلة البصرية.